طبعا في اختلافات كتير. ممكن فريق الترجي فريق محترم والسنه دي فريق قوي، وطبعا انت بتلعب نهائي، ما بتلعبش يعني ما بتلعبش ماتش قبل نهائي او في دور المجموعات، فالماتش بيبقى صعب. طبعا يمكن ماتش صعب، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا نطلع من نتيجه ايجابيه هناك في تونس، وان شاء الله الماتش يوم السبت باذن الله نكسب ونفرح كل جمهورنا ان شاء الله. بص، يمكن اللعيبه كلها طبعا زعلت على علي معلول، لان علي معلول بالنسبه لنا يعني تاريخ ولاعب كبير جدا على المستوى الشخصي، يعني انا بحبه قوي، بس الاصابه طبعا مؤثره طبعا علينا، بس يعني يمكن احنا اتكلمنا مع بعض، اللعبه كلها ان شاء الله يعني هيكونوا على قد الثقه عشان نجيب البطوله دي لعلي معلول باذن الله وكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله.